تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قالت قوات سوريا الديمقراطية التي تقاتل تنظيم داعش في بيان لها إنها حررت عدة أحياء من احتلال أفراد التنظيم في مدينة الطبقة في إطار حملتها لطرد المتشددين من معقلهم في مدينة الرقة. وبدأت قوات سوريا الديمقراطية حملة متعددة المراحل ضد المتشددين في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي، لكنها تباطأت في الأسابيع الأخيرة. وقوات سوريا الديمقراطية تحالف يضم فصائل كردية وعربية سورية. أعلن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزونغو أن خبراء المنظمة يقومون حاليا بالتأكد من صحة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا 45 مرة منذ منتصف العام الماضي. وأوضح مسؤول المنظمة الدولية أن هذا الرقم يشمل كذلك حادث مدينة خان شيخون بعد أن قصفتها طائرات تابعة لقوات الأسد بالأسلحة الكيميائية مؤخرا. أكد رئيس أركان الجيش العراقي عثمان الغانمي أن القوات العراقية ستنتهي من تحرير الساحل الأيمن للموصل خلال 3 أسابيع كحد أقصى. وقال الغانمي إن القوات العراقية تعرضت إلى 3 هجمات بمواد كيميائية من قبل تنظيم داعش في أيمن الموصل، موضحا أنها تسببت بحالات طفح في الجلد وتم إسعاف بعض الحالات. جددت طائرات قوات التحالف العربي من ضرباتها على مواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في مديريتي مقبنة وموزع غربي محافظة تعز. وقال مصدر عسكري إن طائرات قوات التحالف شنت 6 ضربات على جيوب الميليشيات في معسكر خالد بن الوليد و3 ضربات أخرى على تجمعاتهم في منطقة الهاملي شرقي موزع. كشف وزير العدل الجزائري طيب لوح عن استلام 7 مطلوبين لدى القضاء وتسليم 6 آخرين لدول مختلفة في إطار التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. وأوضح لوح أن الجزائر لجأت إلى إبرام اتفاقيات ثنائية لمكافحة الإرهاب أسفرت خلال السنتين الماضيتين عن استلام مطلوبين للقضاء الجزائري من دول مختلفة. أشار استطلاع نشرت نتائجه في بروكسل قبل 10 أيام من الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية إلى أن الدعم للاتحاد الأوروبي بين الفرنسيين يشهد ارتفاعا بالقياس السنوي، وعد 53% من المستطلعين الفرنسيين أن الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي أمر جيد، أي بزيادة 5 نقاط عما كان الأمر قبل عام، في حين عد 14% هذا الانتماء أمرا سيئا. نهاية الموجز، في أمان الله.